إن كانت أواني تمتص النجاسة. فضابط تطهيرها على أقوال سيأتي الكلام عنها. ضابط تطهيرها هو الذي يعني عليه المعول والعمل عن صاحب المصنف رحمه الله الشيخ الكندي من علمائنا في القرن السادس الهجري، وهو المعول عليه عند نور الدين السالمي وعند غيرهما، إنه بعد رفع النجاسة إزالة النجاسة ماتت وجدت ميتة مثلا أو نجاسة واقعة في الإناء، الأواني التي تتشرب النجاسة مثل الخزفيات مثلا أواني الطين هذه ممكن أن تمتص النجاسة. هو إن كانت لم تدم زمنا يعني ما بقيت زمن يمكن أن يمتص فيه النجاسة فإنها تعامل معاملة الأواني التي لا تمتص، تغسل مرة أو مرتين أو ثلاث. أما إن كانت قد بقيت النجاسة فيها قدرا من الزمن يمكن أن تمتص، فإن تطهير هذا النوع من الأواني يكون بعد إزالة النجاسة والغسل، غسلها بالماء بوضع ماء فيها. قول مثلا يعني النجاسة كانت مرتفعة قدر شبر، انت ضع الماء قدر شبر ونصف الشبر، املأ الآنية بماء قدر شبر ونصف يعني يرتفع. ليش زيادة النصف ذيك نصف الشبر لماء؟ مخافة انه يكون ما تصل ان النجاسة لم ترتفع الى هذا القدر، هي صحيح انها شبر لكن قابل لكونه مائع ان يرتفع في عبر هذا ويتشربه الإناء فيرتفع قرفع شبرا ونصف الشبر، وأبقيه بقدر ما يمكن أن يتخلل الآنية فيصل إلى حيث وصلت النجاسة، يصل الماء إلى حيث وصلت النجاسة ثم تفيض الماء وتطهر الآنية تغسلها مرة. هذا الضابط هو المعتمد. وفي المسألة ما يقرب من 7 أقوال من الفقهاء. من قال النجاسة ذي إما أن تكون بقيت في الإناء أقل من 7 أيام أو 7 أيام فصاعدا، إن كانت أقل من 7 أيام فاغسل الإناء ثم اسكب الماء وأبقيه قدر المدة التي بقيت فيها النجاسة، بقيت النجاسة 3 أيام أبقيه 3، 5، 5، 4، 4، يومين، ثم بعد ذلك أفض الماء واغسل الإناء ويكون بذلك قد طهر. أما إذا كان 7 فصاعدا فأبقيه 7 أيام. وهؤلاء الذين قالوا أنه يطهر الإناء 7 أيام اتخذوا طريقتين. الطريقة الأولى أن يبقى 7 أيام، أن يبقى الماء 7 أيام، الماء الطاهر بعد تنظيف الآنية يسكب فيها ماء ويبقى 7 أيام، بعد 7 أيام يغسل الإناء. والطريقة الثانية أن يفاض الماء ثم بعد يومين يغسل ثم يفاض فيه ماء ثم بعد يومين يغسل يفاض ويغسل ثم يفاض فيه ماء إلى أن تكمل 7 أيام. هي كلهن 7 لكن ذلك كاش وهذا الثاني أقصى يومين، لكن الفرق أن هذا أبلغ في الغسل، أن ذاك يغسله بعد 7 غسلة واحدة، هذا لا يغسل كل يومين أو كل 3 أيام، كل يومين وفي الأخير يبقى يوم، ترى هو غسل إذا كان 3 3 أو يومين يبقى يوم في الأخير اللي هو اليوم 7 ويغسل ويكون بذلك قد طهر، يكون بذلك قد طهر الإناء. طيب هل الماء الأخير آخر يوم اليوم 7 ذا هل هو ماء نجس ولا ماء طاهر؟ ولم هذا السؤال؟ الماء اليوم الأخير طاهر ولا نجس؟ ولم هذا السؤال؟ لماذا؟ نعم إذا
لا اليوم اليوم الأخير وضعت الماء، اليوم الأخير ثم أفضت الماء، هل هذا الماء ذا اليوم الأخير ذا نجس ولا طاهر؟ قولوا أي قول أي شيء بيطلع صح، قول نجس قول يعني يقيل نجس وقيل طاهر، على كل حال قول عند الفقهاء قيل طاهر وقيل نجس، وقيل قيل أوله طاهر، قيل كله طاهر أوله وآخره، أول ما وآخر ما كله طاهر، وقيل أوله طاهر وآخره نجس، وقيل نجس أوله وآخره طاهر أوله وآخره، وقيل أوسطه الطاهر. طيب الذي ينبني على القول بأن آخره طاهر إنك ما يجب أن تغسل أصلا، إذا قيل بأن الماء آخر يوم السابع طاهر إذا أفضت الماء هل يجب أن تغسل ولا ما يجب؟ ما يلزم عندهم عند هؤلاء أن آخر يوم ذا يوم طاهر ماء طاهر، وعند القائلين بأن ماء آخر يوم نجس شو يقولوا؟ أفض ثم اغسل لأنك تغسل من نجاسة.